مساء الفل، انا علياء طلعت دي سيما علياء، والنهارده هتكلم عن حصاد النص التاني من 2020 في القراءات بتاعتي. مقالات الحصاد ومقالات القراءات بتاعتي هي مقالات بتبقى لايف، انا ما بكونش محضره لها، عشان كده هي مجرد دردشه عن الافلام، ودي دردشه انا بالنسبه لي مفضله جدا جدا. النص التاني من 2020 انا ما قريتش فيه كتير قوي زي النص الاولاني، او على الاقل حجم الكتب ما كانش كبير قوي زي النص الاولاني. بالمجمل انا قريت في السنة تقريبا 52 كتاب، ممكن اكتر شوية بس مش اقل. اغلب الكتب بالنسبة لي كانت ممتازة جدا جدا، يمكن كتاب واحد بس هو اللي كان بالنسبة لي محبط قوي قوي قوي، وتكلمت عنه في الجزء الاولاني من فيديو هتشوفوه، انا هحطها في الديسكريبشن تحت. الكتب اللي انا قريتها في النص التاني اغلبها كان كلها بالنسبة لي مش محبط خالص، في حاجات كانت متوسطة وفي حاجات كانت ممتازة جدا. اول حاجة هتكلم عنها هو الكتاب ده، كيف تصنع فيلما لفيدريكو فيليني. في النص التاني من السنة انا كان عندي مهمة حطيتها لنفسي، ان انا عايزة اتفرج على افلام فيليني مرة اخرى. غالبا كنت في افلام شفتها قبل كده بس حبيت ان انا اتفرج عليها تاني، وفي الوقت دوت قريت الكتاب ده وقريت كتاب تاني انا فيليني بس لسه ما كملتوش، واحد من ضمن تقريبا 10 كتب انا بدأتها ولسه ما كملتهاش من السنة اللي فاتت وهتتنقل معايا السنة دي. كتاب كيف تصنع فيلما لفيليني، انا كنت جايباه من كلمة في معرض الكتاب من تقريبا سنتين، وكان كتاب غالي نسبيا بس الكتاب فعلا جميل جدا جدا، وعلى الرغم من انه على الجود ريدز هنلاقي ان في ناس كتير بتعتبره كتاب محبط، لان العنوان كان بيديهم امبريشن ان الكتاب عن كيفية صناعة الافلام او طريقة صناعة الافلام على طريقة فيدريكو فليني، ولكن الفيلم نوعا ما نوع من المذكرات الخاصة بيه هنلاقيها متكررة برضو تاني في انا فليني، يمكن علشان كده انا ما خلصتش الكتاب التاني او ما خلصتوش بسرعه زي الكتاب ده، لان في معلومات بينهم مكرره بس انا بحب المعلومات المكرره ما عنديش مشكله. الكتاب ممتع جدا، انصحكم بيه لو انتوا بتحبوا فليني وبتحبوا افلامه. المشروع اللي بعد كده اللي انا عملته في 2020 هو ان انا كنت بتفرج على كل افلام مارتن سكورسيزي، وده كانت حاجه حلوه جدا جدا. هو تقريبا 25 فيلم روائي طويل اتفرجت عليهم كلهم بالترتيب، وبعد ما خلصتهم حبيت بقى ان انا اقرا عنه، فكان عندي الكتابين دول عنه. كتاب مسراتي كسينمائي ده انا كنت قريته قبل كده بس كان بي دي اف ما كانش عندي النسخه الورقيه، وكتاب مارتن سكورسيزي اللي هو طالع من اكاديميه الفنون. نتكلم عن مساراتي كسينمائي، الكتاب من سلسلة الفن السابع. سلسلة الفن السابع انا اتكلمت عنها اكتر من مرة في الفيديوهات بتاعتي باعتبارها من اهم السلاسل اللي بتقدم الكتب السينمائية في العالم العربي. السلسلة طلع من وزارة الثقافة السورية ولسه لغاية دلوقتي بيطلع منها كتب، انصحكم ان اي كتاب تلاقوه من السلسلة دي تشتروه. صحيح مستواها مش كله زي بعضه، في مستوى بيتراوح من جيد وبين سيء، يعني الكتاب ده انا بعتبره من الكتب الاقل من الجيدة او الاقل حتى من المتوسطة. مشكلة الكتاب ده بالنسبة لي كانت الترجمة، المفروض ان المترجم فجر يعقوب مخرج سينمائي وعارف التفاصيل بتاعت صناعة السينما، ولكن للأسف الكتاب ما كانش بيدل على هذه المعرفة تماما، بالعكس كان فيه، انا فاكرة انا قريته من مدة، فاكرة ان في كلمات سينمائية معروفة جدا جدا كان بيتم ترجمتها ترجمة حرفية جدا جدا لا تليق مع المحتوى، وبالتالي الكتاب في النهاية ما كانش على مستوى توقعاتي بسبب الترجمة اللي كانت اكتر من متواضعة. هنيجي للكتاب التاني مارتن سكورسيزي، وده بقى لو انا بقول على الترجمة التانية لو كنت ما قريتش ده كنت هقولك على الترجمة ده وحشة، لكن بعد ما قريت الكتاب ده كارثة، ده كارثة. ومن ترجمة واحدة اسمها امال كامل عبد الحافظ، يا ريت ما تترجمش تاني ابدا، والله انا عمري ما كنت قاسيه كده، بس بجد الكتاب ده مصيبه سودة، مصيبه سودة ان هو صدر او ان هو طبع او ان انا اشتريته، يعني حاجه ترجمه بشعه. ترجمه اولا الكتاب ما هوش متقسم اي تقسيمات خالص من جوه، لا فصول ولا اي حاجه، حاجه كده سمك لبن تمر هندي، والترجمه دي كلها معموله ترجمه جوجل ترانسليت، وما حتى ما اتقريتش بعد ما اتعملت على جوجل ترانسليت، وحاجه يعني مؤسفة مؤسفة جدا 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 والله. فالكتاب ده محبط محبط قوي لو شفته في اي حتة او حد يجيبه، يعني انا زعلت قوي لان انا بعد ما شفت افلام مارتن سكورسيزي كنت عايزة بقى ان انا اقرا عنه كتب باللغة العربية، واتفرجت على دوكيومنتريز عنه واتفرجت على الدوكيومنتريز اللي هو كان عاملها، كنت عايزة اكمل الصورة الشاملة اللي انا كنت عاملها عنه. الكتب احبطتني جدا، حتى ما كملتش مشروعي في ان انا كنت بتفرج على الكورس اللي هو كان عامله عن السينما كده. انا شفت بقى كتب مارتن سكورسيزي،
في الجزء الاولاني من السنه انا كان عندي برضو واحد من المشاريع بتاعتي ان انا كنت بقرا روايات ستيفن كينج. قريت في الجزء الاولاني من السنه روايه الشيء وروايه البريق وروايه طبيب النوم وكتاب مسيرتي في التاليف لستيفن كينج، وكلها كانت بالنسبه لي ممتازه ممتازه جدا جدا. بعتبرها روايه الشيء وروايه طبيب النوم من اجمل الحاجات اللي انا قريتها في حياتي عامه. فانا في النص الثاني كملت مع الكتب دي لستيفن كينج، سوري، كوجو والمسيره الطويله والراجل المثلث، وكمان كان في روايه انعتاق بس انا مش عارفه هي فين دلوقتي. هو للاسف دي مش كل الكتب اللي انا قريتها، في تقريبا 3 او 4 مختفيين عشان انا المكتبه بتاعتي عايزه عمليه تنظيم شامله. دولت ان انا معايا في ايدي دلوقتي كوجو، روايه حزينه جدا وهي روايه مرعبه ومثيره زي بقيه روايات ستيفن كينج، بس مع لمسه حزن فظيعه. ويعني انا قريت بعد كده ان هو كان كاتبها في وقت كان هو بيعاني من ادمان الكحول وادمان المخدرات، وكانت حالته النفسيه سيئه جدا، فده كان انعكاس في الروايه على الحاله النفسيه السيئه اللي كان بيعاني منها وعن رؤيته السوداويه جدا جدا لحياه البشر. عشان كده الروايه من الروايات السوداء ان انت ممكن تقراها لما تكون حزين فعلا. يعني هنكمل عليك رواية الرجل المسلح. الرواية دي اساسا جزء من سباعية، والسباعية دي مهمة جدا جدا من اعمال ستيفن كينج على ما اعتقد وعلى حسب معلوماتي، وبرضو دي مش مؤكدة 100% بس انا متأكدة منها نسبة 99، ان دي الرواية الوحيدة التي تم ترجمتها من السباعية. انا ناوية اقراها بالانجليش، كنت بدأت الرواية دي بالانجليش من اول خالص لان الترجمة دي بصراحة ما عجبتنيش. هو الترجمات بتاعت الدار العربية للعلوم الناشرون دايما نص نص، ما هيش احسن حاجة، لكن الرواية دي الترجمة بتاعتها كانت مش حلوة بشكل كبير، فانا ما قدرتش حتى استمتع بالرواية خالص. رواية المسيرة الطويلة برضو من الروايات دي، يعتبر اول رواية كتبها ستيفن كينج، مش اول رواية نشرها. اول رواية نشرها كانت كاري، الرواية دي بتعتبر اول رواية هو كتبها على الاطلاق، عشان كده هي تجربة رف شوية فيها العلامات بتاعت ادب ستيفن كينج، ولكن مش منقحة و بولشت زي الروايات اللاحقة من بتاعت ستيفن كينج، فهي تجربة حلوة جدا. وبرضو رواية مش مرعبة قد ما هي رواية رعب نفسي حزين فعلا فعلا. يعني الرواية بتفكرنا شوية بهانجر جيمز او مباريات الجوع، ولكن بشكل اكثر سوداوية. انا عجبتني جدا جدا رغم ان انا اخدت وقت طويل عشان اخلصها، مش هي مش كبيرة قوي بس انا اخدت وقت طويل لان الرواية كانت بالنسبة لي مقبضة وحزينة قوي، فاخدت وقت شوية عشان اخلصها، بس الرواية highly recommended. يعني من الكتب اللي انا قريتها واصغر كتاب قريته تقريبا في 2020 هو كتاب ماس سينما لدكتور وليد سيف. الكتاب دوت يصلح للناس اللي مش متخصصه في السينما، عايزه تعرف بدايات السينما، التفاصيل التقنيه بتاعتها، ايه مفهوم الافلام، ايه ماهيه السينما. كتاب صغنن خالص زي ما انتم شايفين ب3 جنيه اصدار الهيئه العامه للكتاب في سلسله ما، السلسله دي فيها اكتر ما الموسيقى ما التصوير ما الرسم تقريبا حاجات زي كده، كتير ما الفلسفه. السلسله دي فيها مجموعه كتب لطيفه صغنونه كده. ده كتاب ما السينما، ممكن اي حد مش متخصص عايز يعرف عن السينما في نص ساعه ولا ساعه يجيب الكتاب ده. انا بالنسبه لي كان كتاب لطيف قوي. يعني من الروايات اللطيفه قوي اللي انا قريتها في 2020 روايه اربطه. انا كنت شفت الفيلم الايطالي، هو الروايه الايطاليه للكاتب دومينيكو ستارتونا. انا قريت شفت الفيلم في مهرجان الجونه سينمائي، وبعدين عرفت ان الروايه مترجمه عن الكارما وجبت الروايه. الروايه جميله جدا، جميله زي الفيلم. الفيلم هو كمان جميل قوي وبيتكلم عن العلاقات الاسريه المتفسخه. احنا عندنا هنا اب وام او زوج وزوجه، الزوج قرر ان هو يخرج بره العلاقه الزوجيه وان هو ينفصل عن عائلته. احنا بنشوف تاثيرات دوت على الزوجه وبنشوف تاثيرات ده على الاطفال. السرد بتاع الرواية دي جميل جدا، السرد متقسم لثلاث اجزاء كل جزء من وجهة نظر، ومش بيعيد سرد القصة تاني من وجهة النظر، لا احنا عندنا الجزء بتاع الام بتسرد جزء من تاريخ العائلة، وبعدين الجزء اللاحق بيتم سرده عن طريق الاب، والجزء الاخير بيتم سرده عن طريق الاطفال. وبالتالي الرواية هنا بتقدم طريقة سرد مشوقة جدا ولطيفة ان احنا نتعرف على تاريخ العيلة من هذه وجهات النظر المختلفة لنفس العيلة، وفي نفس الوقت هي مثيرة ولطيفة جدا. يعني هاي ريكومندد برضه.
برضو من الروايات اللي انا قريتها بعد ما اتفرجت على فيلم رواية إينولا هولمز. الرواية عملت فيلم بالنسبة لي كان لطيف قوي، افضل من توقعاتي كتير، وكنت عاملة عنه فيديو غالبا هتلاقوه في الديسكريبشن. برضو الرواية دي تأليف نانسي سبرينجز، وهي الرواية اخدت الشخصيات الرئيسية في الروايات بتاعة شارلوك هولمز للسير ارثر كونان دويل، وعملت بيها سلسلة اخرى من الروايات من بطولة اينولا هولمز اللي هي اخت شارلوك هولمز، وبالتالي هي ملهاش علاقة كبيرة برواية شارلوك هولمز، لكن بتعتمد اولا على نفس النوع الروائي اللي هو رواية التشويق والاثارة اللي بتقدم جرائم قتل او جرائم اختطاف هنا في حالة اينولا هولمز والاسترجاع المفقودين، ولكن في نفس الوقت هي بتعتمد على شخصيات وبتعتمد على الزمن اللي كانت بتدور فيه احداث روايات شارلوك هولمز. رواية لطيفة جدا واصدار كيان، والفيلم بتاعها كمان جميل وخفيفة، يعني ينفع للقراءة لو حد زهقان كده، مسلية جدا يعني. دولت بقى كانوا روايات العيد بالنسبة لي، انا قضيت العيد في القراءة. طبعا ما فيش دلوقتي افلام عيد نعمل عنها فيديوهات والكلام دوت، فانا دي كان الروايات اللي انا جبتهم في العيد، وكانت تجربة جميلة قوي. ما عدا دي رواية طبعا ايزابيل ليندي سفينة نيرودا، انا من كبار محبي ايزابيلا ليندي، شايفه ان هي واحده من اهم الاديبات اللي على قيد الحياه في الوقت الحالي، واحده من اهم الناس اللي كتبوا في الواقعيه السحريه اللاتينيه. الروايه دي انا متهيألي كنت عامله عنها فيديو او كتبت عنها مقال، مش متاكده قوي، بس anyway اللي موجود هحطه في الديسكريبشن. الروايه هنا بتقدم اولا جزء انا ما كنتش قاري عنه قبل كده، وهو الحرب الاهليه الاسبانيه. كنت عارفه معلومات عامه عن الموضوع، لكن التفاصيل بتاعت الحرب نفسها لا، ما انا ما كنتش قريتها قبل كده، وده كان موجود في الجزء الاولاني من الروايه، وكان سوبر مشوق وسوبر جميل، والسرد بتاعه حلو قوي. هنلاقي بعد كده في بطلين اتنقلوا من اسبانيا الى التشيلي مع تفاصيل نقلهم، وبنشوف كمان اعاده سرد للتاريخ التشيلي اللي كتبت عنه قبل كده ايزابيلا ليندي في كتبها اكتر من مره، لكن احنا هنا بنشوف رؤيه مختلفه لايزابيلا ليندي للتاريخ بتاعها، رؤيه اكثر نضجا. بنشوف ان هي اختلفت طريقه تقييمها لما حدث في تاريخ التشيلي عن اللي كانت رؤيه قبل كده، اللي كانت تعتبر برضو اكثر سذاجه نوعا ما، او على الاقل في اختلاف العمر ما بين لما كانت بتكتب وهي في الاربعينات وهي بتكتب دلوقتي في السبعينيات. الروايه ممتازه جدا جدا، اعتقد ان انا كنت مديها 5 على جود ريدز، وهي تستحق كده. دي برضو كانت صادرة معاها في نفس الوقت، انا جايبة دي طبعا دي طبعة تنمية، طبعة تنمية ارخص من الطبعة بتاعة دار الاداب، كنت جايبها من تنمية، ودي برضو طبعة تنمية، ودي رواية اليف شفاق 10 دقايق. انا اليف شفاق عندي علاقة غريبة معاها، الرواية اللي الناس كلها بتحبها اللي هي قواعد العشق الاربعون انا ما حبتهاش، ولكن لما قريت لها حليب اسود وقعت في حبها. الكتاب ده من اجمل الكتب اللي انا قريتها في حياتي، ومن اجمل الكتب اللي تم تناول فيها اكتئاب ما بعد الولادة. الكتاب كان تجربة مهمة جدا بالنسبة لي، مش مجرد بس كتاب، كان تجربة مهمة انسانيا بالنسبة لي، عشان كده كنت حابة ان انا اقرأ الرواية بتاعتها، وحابة ان انا بقتني بقية رواياتها وقريتها. برضو الرواية هنا المرة دي بتتكلم برضو عن في اسطنبول، بتتكلم عن تركيا، بتتكلم عن شخصيات مهمشة جدا زي ما هي بتحب تكتب في رواياتها. الرواية كان عليها تقييمات مختلفة قوي، وناس مش عجباهم وناس عجباهم، بالنسبة لي انا طريقة السرد دي كانت طريقة حلوة، الشخصيات كلها انا حبيتها وتعاطفت معاها. يعني يا ريت اللي يقرا الرواية دي يبعد عن الحكم الاخلاقي عن الشخصيات، علشان خاطر هي تستحق قراءة مدققة اكتر من كده. برضو في نفس الوقت انا كنت قريت لقندة بير الوطويت، وهي تعتبر من الاعمال احمد مراد واصدار الشروق. لوكان بين وطويت من الروايات المحبطه بالنسبه لي، اولا انا ما كانش عندي ليها توقعات عاليه، ولكن بدايه الروايه كانت مشوقه وكانت بتدل على ان احنا بنتفرج او هنقرا سوري حاجه كويسه قوي. الروايه كانت بدايتها جميله جدا، توقعت ان انا هقرا حاجه مشوقه حاجه مختلفه، بتتكلم من وجهه نظر راوي غير موثوق فيه، انا كنت اتكلمت عنها برضو في فيديو. راوي غير موثوق فيه، بمعنى ان احنا ما نقدرش يعني نقول ان الراوي دوت كل كلامه صحيح، بالعكس احنا بنشكك في كل حاجه هو بيقولها، وبالتالي كانت بدايه الروايه بتمحفزه جدا ان احنا نقول ان هنقرا روايه حلوه مسليه ومثيره. لكن اللي حصل بعد كده ان الروايه حصل لها كارثه،
ما قدرش يكمل في ولا خط من الخطوط اللي هو حطها بشكل كويس، كانت عاملة دخلت في لوب كده وإعادة إعادة إعادة في نفس الأفكار. إحنا الرواية من وجهة نظر مريض نفسي، لكن ده مش معناه إن الرواية تكون مشتتة لهذه الدرجة، وبالتالي الرواية في الآخر ما كانتش عجباني وما هياش من أفضل الحاجات اللي أنا قريتها في 2020. ولو هقول إن النص التاني من 2020 إيه الحاجة اللي أحبطتني في اللي أنا قريته، هتبقى لوكاند بير المطاويط. ده بقى برضو كتاب صغير جدا، كتاب الكاتبات والوحدة لنورا ناجي، من اجمل الحاجات اللي انا قريتها في 2020. انا قريته وهو كان مقالات، لكن لما قريته وهو كتاب على بعضه كان مؤثر جدا بالنسبة لي. الكتاب بيتكلم عن كاتبات مهمات جدا في تاريخ الادب، وتناولهم بقى بعلاقتهم بنورا ناجي. نورا ناجي ما شافتهمش في الحقيقة، ولكن كانت بتكتب مقالات فيها مقاربة ما بينها وبين هذه الشخصيات المهمة جدا في الأدب النسائي. الكتاب إصدار دار الشروق كان بحوالي 35 جنيه. بيتكلم عن مجموعة شخصيات مهمة، نوال السعداوي، عناية الزيات، لينا فيرانتي، سوزان سونتاج، أروى صالح. كتاب جميل جدا جدا، أنا قريته مرة وغالبا هقراه تاني في 21. لقيت رواية تنعيم طاقم من رواية ستيفن كينج. هو مش رواية، هي نوفيلا صغننة خالص ومختلفة عن أعمال ستيفن كينج. هنا الرواية فيها جانب فانتازي شوية، في شخصية بتفقد وزنها بالتدريج لدرجة ان هي بتبدأ تنعتق من الحياة كلها. الرواية صغننة خالص ولطيفة جدا، تخلص في قعدة واحدة وما هيش كئيبة زي الروايات التانية اللي قريتها ستيفن كينج في النص التاني من 2020، فبرضه حاجة لطيفة وانصحكم انكم تقروها. في السينما قريت سينما الغرب الامريكي، وده اصدار غالبا برضو الفن السابع، وهو مجموعة من المقالات عن سينما الويسترن او سينما الغرب الامريكي. الكتاب ده ممتاز جدا، انا بحب افلام الويسترن، شفت افلام ويسترن كتير، بس كنت محتاجة اقرا كتاب زي دوت بيعمل تنظير للملاحظات اللي انا كنت لاحظتها على افلام الويسترن. الكتاب كمان فيه في اخره مجموعة من الريكومنديشن لافلام من افلام الويسترن، ممكن في منها كمان ما كنتش اتفرجت عليه واتفرجت عليه وانا بقرا الكتاب. فهو الكتاب ده ممتاز جدا لو انت بتحب السينما او بتحب السينما الامريكية بشكل خاص، الكتاب ده لازم تقراه. برضو دي من الحاجات اللي انا كنت سمعت عنها قبل كده كتير وما قريتهاش، مسرحية بيت الدمية لإبسن. المسرحية كانت على قدر توقعاتي، صحيح صغيرة بس رائعة جدا، سابقة زمنها وسابقة عصرها بشكل كبير، حاجة من اجمل الحاجات اللي انا قريتها قبل كده. وانا بعد كده جبت مجموعة إبسن من المركز القومي للترجمة، انصحكم ان تقروا حاجات لإبسن لان هو كان حد مهم جدا في المسرح. من الحاجات اللطيفة قوي قوي اللي انا قريتها في 2020 سارة كروي، دي رواية للناشئة او الاطفال او المراهقين. من الروايات اللي بتقدم عالم نوعا ما مثالي بشكل كبير من اللي كانت موجودة او منتشرة في هذه الفترة. الرواية لطيفة وصغننة وخفيفة، واتعملت في مسلسل انيميشن دبلج للعربية، فهو اكيد انتوا كلكم عارفين القصة بتاعتها بس هي تستحق القراية. كتاب ذكرياتي لهند رستم، تأليف أيمن الحكيم، وإصدار الكارما. الكتاب دوت اللي كنت جايباه من زمان وكنت ناسياه خالص خالص، وبعدين لقيته بالصدفة. هو عن زي ما هو واضح عن هند رستم، الكتاب لطيف وخفيف، أنا كنت نفسي يبقى أتقل من كده ويبقى فيه تفاصيل عن كده، ولكن في نفس الوقت هو ما كانش محبب بالنسبة لي. كتاب ممكن يكون مسلي في أوقات كتير للناس كتير، بالنسبة لي كان حاجة مسلية إن أنا أقراها وسط حاجات تانية أتقل. أيمن الحكيم نزل الأيام دي كتاب اسمي بولا عن قصة حياة نادية لطفي، أنا بدأت أقراه وممكن أعمل عنه فيديو قريب. في كتب على فكرة أنا مش حطاها من الفيديو هنا، أنا مش لاقيها، وفي واحد منهم افتكرته دلوقتي اللي هو كتاب صلاح أبو سيف، تأليف أستاذ عادل حمودة. الكتاب ده لطيف جدا ومسلي جدا جدا. من اخر الحاجات اللي انا قريتها الجزيره المغلقه، طبعا ده اتعمل فيلم شاتر ايلاند بتاع مارتن سكورسيزي، وكنت عايزه اقرا الروايه. الروايه شبه الفيلم بشكل كبير جدا، طبعا الفيلم ادى ابعاد تانية للروايه بشكل بصري، لان الفيلم من اهم الافلام من الناحيه البصريه لمارتن سكورسيزي. استخدامه للالوان في الفيلم ده مبهر جدا، تمثيل فيه ليوناردو دي كابريو ومارك رافلو وبين كينجسلي،
فيلم حلو قوي قوي، الرواية حلوة، بس الفيلم بيبين قد ايه الاقتباس او المعالجة من عمل روائي لعمل سينمائي ممكن تكون رائعة لما بيتم استخدام ادوات السينما بشكل صحيح واستخدام الوسيط بشكل صحيح. كده انا خلصت الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى ما اكونش طولت عليكم قوي، وميرسي جدا، وكل سنة وانتم طيبين.